طب العودي كرة عند يعقوب تاج التوزيع القيم الثاني الكرة للرجيج والهدف الأول والهدف الأول لمستقبل الرجيج خطأ في الدفاع وهدف أول للاعب الأزهر بالصغير يفتتح النتيجة لصالح المستقبل الرياضي بالرجيج كرة كانت على الجهة اليمين لصالح الفريق الضيف توزيع أخطأ في قراءتها المدافع باسم رحومة وهدف أول للمستقبل الرجيج في جهة عمر بالخير الشامل عمر بالخير عمر بالخير وهدف التعادل وهدف التعادل للملعب الجيبسي هدف التعادل للملعب الجيبسي يظهر لي يعقوب تيج في مرماه يعقوب تيج يسجل هدف التعادل في مرماه بعد مجهود فردي من عمر بالخير يضع الكرة في مرمى فريق الملعب المرمى مستقبل الرجيج أمامنا الإعادة مجهود كان من حمزة عبد الكريم إلى عمر بالخير يعمل مراوغة عمر بالخير يلعب الكرة دقلية يتقدم أحمد حسني والهدف الثاني والهدف الثاني للملعب الجيبسي 2-1 في توقيت 60 دقيقة لعب أسطيدة تتقدم على الملعب الجيبسي على مستقبل الرجيج هدفين مقابل هدف